السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيناكم فيديو جديد ووصفة جديدة. هالمرة حضرنا لكم وصفة بيتيفور سهلة وخفيفة كتير، هم سهل شغلها وهم منظر شوك كزال وشي غرام، منظرها بياخد العقل وطعمتها لسه بتاخد العقل أكتر وأكتر. تابعوا معنا الفيديو لتشوفوا وصفتنا اليوم. قبل ما نروح للوصفة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد من الفيديوهات والوصفات اللي عم نقدمها. وهلأ خلونا نبلش وصفتنا. نبلش مقادير المطلوبة لتحضير بيتيفوراتنا لليوم. نحتاج 500 جرام من الطحين بقدر 3 أكواب من الطحين، 35 جرام من الكاكاو بقدر معلقتين كبار من الكاكاو، ظرف فانيليا، ظرف بيكنج باودر، 150 جرام من السكر الناعم بقدر كوب وربع من السكر الناعم، وعندنا هون 300 جرام من الزبدة بقدر كوب ونص تقريبا من الزبدة، وعندنا بيضتين، وعندنا هون حبيبات الشوكولا بقدر 100 جرام تقريبا من حبيبات الشوكولا، وعندنا هون حبات السميرة اللي راح نستخدمها لتزيين بيتيفورنا لليوم. هلا بنجيب وعاء فاضي مثل ما شايفين وبنضيف المواد كلها بشكل كامل ما عدا حبات الشوكولا، ونضيف الطحين والسكر الناعم والكاكاو والبيكنج باودر والفانيليا، وعندنا هون البيض عدد 2، وبنضيف الزبدة. طبعا بيبقى عندنا حبات شوكولا هاي بنضيفها اخر شيء. هلا بعد ما ضفنا المواد بنعجن بهالشكل. بعد ما عجننا المواد كلها مع بعضها حصلنا على القوام المطلوب، هذا هو قوام عجيننا. هلا شو باقي؟ بنضيف حبيبات الشوكولا اللي بقيت معنا بالاخر، بنضيفهم هيك وبنحركهم تحريك، ما بنعجن بشكل قوي، بنحرك تحريك حتى العجين ياكل الشوكولا بشكل كامل. هيك ها؟ هيك صح؟ تمام. هلا هيك ها؟ شايفين؟ عجيننا ها؟ هاي العجين صار جاهز. هلا شو صار وقت؟ صار وقت نشتغل فيه. عجيننا سهل وبسيط، ووصفتنا اليوم سهلة وبسيطة كتير. وهلا ناخذ شقفة من العجين مثل ما شايفين، نعمل لها هيك، ناخذ قطعة، حجم القطعة على كيفكم، بس هيك حجم القطعة ممتاز. ندورها هيك 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 حتى تصير نحصل على شكل دائرة. شو بنساوي؟ بنحطها بالصينية بهالشكل، نعمل لها كبسة صغيرة هيك. ليش عملنا لها الكبسة؟ مشان نجيب السميريات حبيباتنا. نعمل هيك ونحط حبة سميرة هون، حبة سميرة هون، حبة سميرة هون، هاي 3 حبات. بإمكانكم تحطوا أكثر بس هيك بكفي برأيي. ليش الإصراف؟ 3 حبات سميري هلا بعد ما يطلع بالفرن، بتفرد حبتنا هيك بتفرد بالفرن، بتعطي منظر وشكل رهيب، شي غرام لسه الطعم، شي غرام أكثر. وهلا فينا ناخذ شكل ثاني بعد ما دورنا الحبة بهالشكل مثل ما شايفين، بنجيب الشوكولا بنكبس على الشوكولا بهالشكل. شوفوا بعد ما كبسناها على الشوكولا، شوفوا على هالمنظر. يا عين، إنه أحلى بالله بالله. سميري ولا شوكولا؟ عاد كل مين وشو بيحب. انا برايي السميري احلى، ما كمنظر وشكل هيك الوان وما الوان. شوف اذا هيك اعطيتوهم لاولادكم واطفالكم بكيفوا عليهم. هاي هيك وهي هيك، وبنستمر على هالشكل، وفينا نخليها ساده يعني ما نشكل عليها شيء، بس هيك تطلع احلى وارتب واطيب. وهيك بكونوا ديكوراتنا صاروا جاهزين مثل ما شايفين، شكلناهم بالشوكولا والسميري. انتو بامكانكم تشكلوهم شوكولا او سميرين، او تشكلوهم بالشيء اللي بتحبوه، او تتركوهم ساده، هذا الشيء بيرجع لكم. هلا صار وقت نحطهم بالفرن على درجه حراره 140 لمده 18 او 19 دقيقه. هلا بنحطهم بالفرن وبنرجع لكم. وجيناكم بعد ما طلعنا الصينيه من الفرن مثل ما شايفين، هاي صينيتنا، هاي السميريات وهي الشوكولاتيات صاروا جاهزين، منظرهم بجنن، منظرهم شيء غرام الغرام. هلا شو بنسوي؟ اكيد بعد ما تطلع من الفرن تبرد لها شوي، شو لازم الواحد يعمل؟ ياخذ حبه هيك، شوفوا لي بنقط، اعمل هيك. اموت انا بالاخضر يا عين، طعم انا من عندي الطعم شي غرام. انتو جربوا الوصفه
واعطونا رايكم بالطعم، لان اذا جربت الوصفه راح يكون الطعم شيء ما غرام، شيء فوق الغرام. ليكو ها شوفوا، ما بحب السميري عندنا شوكولا، ها ما بحب السميري والشوكولا فيني يخليها ساده. جربوا الوصفه، وصفه خفيفه نظيفه، هم شكل حلو وهم طعم فوق الخيال، طعم عن جد رهيب. ولهم نكون انتهت وصفتنا لليوم، ان شاء الله الوصفه اللي قدمنا لكم اياها تكون عجبتكم. قبل ما تروحوا لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد من الفيديوهات والوصفات اللي عم نقدمها، واحكوا لنا بالتعليقات اذا عم تعجبكم هيك وصفات سهله وخفيفه عشان نكثر لكم منها. وهلا بنشوفكم فيديو جديد وصفه جديده، سلام.